اخوتي اخواتي الاحباء، نحن بالحلقه الرابعه من هبات الروح القدس. عنوان الحلقه هي هبه القوه، وهي الشق الثاني من هبه المشوره اللي شفناها بالحلقه الثالثه. لانه هبه المشوره بتخلينا نعرف مثل ما قلنا شو اراده الله وشو مشيئه الله، ولكن التفكير شيء، الاختيار شيء، والعمل بالاختيار شيء اخر. فاذا بدنا إرادة تفوق إرادتنا لحتى نحن اللي اخترناه نقدر نمشي فيه، وتنقدر بقدراتنا الطبيعية اللي تابعة لله ومربطة بقدرة الله يلي هو الروح القدس، نقدر نقوم بما أشار علينا هذا الروح القدس. أوقات كتير بيكون القرار صعب، وإذا نرجع للكتاب المقدس في قرارات كانت صعبة. يوسف يمل شك بحبل مريم، كان قرار صعب، يا بيخدع بيته يا بيطلقها سرا. أو قرار الشهداء يلي إنه بفضلوا الموت على نكران إيمانهم بالمسيح، أو أي واحد وواحد منا يمكن صاحب عمل تجي صفقة مربحة بس بدها غش وكذب من إنه هو يخدع بيشتغل فيها بضمير ويربح فيها قليل. أو مرة أرملة، أو أي مرة تفضل الجوع والعوز من أنه تتاجر بعرضها. فإذا هودي أمور بدهن قوة تالإنسان هو يختار. هيدي هي فضيلة القوة اللي الرب يعطينا إياها بها الروح القدس مع الهبات السبعة، ونسبة إلى كلام يسوع بإنجيل يوحنا روح القوة يلي بيحكي عنه الباراكليت. القوة وفضيلة الشجاعة، وفضيلة الشجاعة هي من الفضائل الأساسية الأربعة، ولكن بالمنطق البشرية إنه أنا إذا في عندي مشكلة واجهها بقوة، بقلب جريء قدام سطوة حاكم، أو قدام قضية معينة، أو قدام حدا بدي أقيمه عن سلطته وأنا قاعد محله. وهدف الشجاعة البشرية هو لنيل إعجاب الآخرين والاعتداد بالنفس، مثل ما بيعملوا اليوم إنه أنا بعمل هالشغلة ليكوني شوفوني، إن كان على مستوى السياسي وعلى مستوى الكنيسة وعلى مستوى الشغل وعلى مستوى الأمور كلها سوا. إنما القوة اللي بتجي من الرب هدف واحد، هي القضاء على الشر بجميع أشكاله. والغيري مش من الآخر مثل الشجاعة البشرية، الغيري إني خلص نفسي، الغيري إني أخذ ملكوت الله. هبة القوة هالشجاع بتخليه متواضع، لأنه أنا يمل بتغلب على الخطية، أنا ماني عم بنسب هالشجاعة لألي، أنا تغلبت على الخطية بمعونة الله. من هيك مربولوس بيقول أستطيع كل شيء بذاك الذي يقويني. الفضائل الإلهية هن منبع لهبة القوة. بيقول القديس بونافنتورا إذا أراد المعمد أن يكون مستعدا لنيل هبة القوة عليه أن يكون بفعل الإيمان والرجاء والمحبة. ليش؟ لأنه القوة بيخذها الإنسان من الإيمان، لأنه الإيمان بيخلينا نوثق بالله، والإيمان بيخلينا نقبل بمشروعه بالعالم، مثل ما المسيح قبل مشروع الله وهو خلاص العالم، مثل إبراهيم، مثل هالشخصيات يلي شفناها واختبرت الله في الكتاب المقدس، مثل أي رجل وامرأة وكاهن بعصرنا قبلوا أنه يمشوا مع الرب ويمشوا بمشروعه في العالم. فعل رجاء، لأنه كل مسيحي رجاؤه بالرب، لألا يضيع ما يفعل بحياته المسيحية بيروح هباء. رجاؤه موجود حتى بيعرف انه كل هالأمور اللي عم بيكافح تجاهها سيراها وسيرى مكافأة عند الرب، وهذا شيء ربنا بيوعدنا فيه. فعل المحبة، أقوى شيء الإنسان هو اللي بيعيش المحبة، لأنه المحبة بتخلي الإنسان يصمد
مقابل كل شيء، وخصوصا مقابل الأذى، مقابل الشر، مقابل الاضطهادات. ومربولوس بيقول لأهل روما بالفصل 8: من يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ وبيقول كمان: نحن فزنا بالذي أحبنا. وبيرجع بيختم هالقديس بونافنتورا بيقول: إذا لم نرتبط بالرب بالمحبة نفقد قوتنا بسهولة. فإذا المحبة بتعطي قوة للإنسان. نقطة أخرى رح نحكي عنها هي القوة يلي بياخدوها الشهداء أمام الموت. والشهداء بيقبلوا الموت وبفضلوه على نكران المسيح، عم بيعبروا بإيمانهم بالله وبتعاليم ابنه يسوع، وإيمانهم إيمان راسخ، وعن رجائهم بأنه موت فيأتي بثمر يغذي الكنيسة، ينشر الملكوت في العالم ويؤدي إلى الحياة الأبدية، ومحبتهم تنبع وتلاقي محبة المسيح التي تفوق كل محبة نحن منحبها. اليوم نحن إذا موجودين بمجتمع صغير منسلم بعضنا، هني قدام الموت ما سلموا، وقدروا يحافظوا على يسوع المسيح. وأكثر من هيك هالمحبة وهالقوة اللي عندهم إياها كانت تخليهم يصلوا قدام الله من أجل يلي بدهم يقتلوهم ويجلدوهم، ويلي هن الحراس يلي كانوا عم بيحرسوهم. والصلاة دائما قبل الموت، قبل ما يروحوا على الموت، بيقول أحد آباء الكنيسة، ضلوا يوقفوا واقفين كل الليل بيصلوا. والمستشرقة إيجاريا يلي هي كانت تكتب مذكراتها بتقول كل الليل كانوا ضلوا واقفين يصلوا قبل ما يروح على الاضطهاد، وهي علامة للقيامة. الوقوف هي علامة للقيامة، إنه هذا الموت يلي هني بدهم يروحوا لقلو هذا أخذهم على القيامة. ومثل ما كان يعمل القديس إغناطيوس الإنطاكي الأسقف المشهور يلي انشلح بروما أمام الأسود، كمان كان يصلي من أجل يلي هني أخدينه الجنود. يقول: أنا بصلي كرمال هالفهود يلي ناطريني حرسيني. بيقول: كل ما صليت لهم كل ما ازدادوا شر تجاهي. فإذا مصدر هذا القوة هو اسم يسوع، اسم يسوع يلي كان يخافوا منه اليهود قدام المبشرين والمضطهدين. قتلوا بطرس وبولس جلدوهم وهنو عم بيصرفون، قالوا لهم: إياكم أن تلفظوا هذا الاسم بعد الآن. قديش اليوم في ناس بتكفر على الرب، تكفر على يسوع، تكفر على الله، على جلالة الله، ومنصير بنعمل رجال انه الاسلام عم بيسبوا يسوع وعم بيتعدولنا على يسوع، ونحن كل يوم بنسب يسوع شي 20 مرة. هذا الاسم ما نعرف قيمته. من بيقول بنافور مار يوحنا الرسول: من اجل الاسم الذي دعي علينا. يعني كل واحد فينا في اسم يسوع بداخله من خلال المعمودية يلي نحن بناخذها. ومقابل الشهداء في قوة الشاهد. يعني اليوم نحن بمجتمع صعب، يعني إذا نحن ما نمشي مع الله نحن نمشي بعكس ما يمشي العالم. هون بده يكون في قوة تهل عم بيعيش مسيحيته يقدر ما يكون عنده خجل وعنده قوة يظهر مسيحيته في بيئة تستخف اليوم إنك تعيش مسيحيتك. هيدي قوة الشاهد يلي بده يقول نعم لله ولو كان في عداوة الناس. يمكن اوقات في كتير ولادنا بيستحيوا قدام رفقاتهم يقولوا نحن مروا على القداس، اوقات نحن بنستحي قدام اصحابنا انه نحن رحنا على القداس، لانك ما بقاعدين بقاعدي كل ناس بريستيجات وخواجات، بنستحي نقول روح عند الله. بس بنستحي، ما بنستحي نحكي، ما بنستحي نبيع أجسادنا، ما بنستحي يكون في نميمة على بعضنا البعض، ما بنستحي نكون عايشين روح التحزب، هو ما بنستحي فيهم. فإذا بده يكون في قوة للشاهد المسيحي أو المسيحية، يكون عندهم قوة يوقفوا بكل ما يفكر فيه الناس، لأنه مقياسنا مش شو بيفكروا الناس،
شو بيفكر الله، هذا مقياسنا لو كنا واحد. بس بنعطي علامة للموجودين. وبختم هاي النقطة بكلمة بتقولها القديسة تيريزيا الطفل يسوع، بتقول: جعلني الله أفهم أن تمجيدي لن يظهر بعيون البشر الفانين. الله بيمجدنا مش الناس. والمسيح بيقول لليهود: انتوا عم تطلبوا المجد من بعضكم البعض، مش عم تطلبوا مجد الله. من هيك عايشين، بيقول لهم بالخطيه: قد تبدو رغبتي بسيطه اذا اعتبرت كم كنت ضعيفه ولدي عيوب، وكم انا كذلك بعد 7 سنوات في الحياه الرهبانيه. يعني هاي قديسي عظيمي عم تقول انا بعد 7 سنوات عم بظهر لله انه عندي عيوب ما بستحي فيهم، مثل مربولس ما بيستحي باوهاني. بيقول: ومع ذلك اشعر دوما بالثقه الراسخه نفسها في انني ساصبح قديسه عظيمه، لاني لا اعتمد على استحقاقاتي، اذ ليس لي استحقاق، بل ارجو من هو الفضيله والقداسه بعينها، وهو وحده يكتفي بجهود الضعيفة ويرفعني إليه ويغمرني باستحقاقاته اللامتناهية ويجعلني قديسا. قديش اليوم نحن مظهرنا الخارجي من جمله تنخبي اشياء موجودة بداخلنا نتنة، بتخليها الخطيئة تكون نتنة. وقديش نحن منحب المظاهر تنخفي أمور داخلية. لا، نحن منقول للرب ويكون عندنا قوي، هذا ضعفي. مثل ما بروح عند الحكيم وبكون أكثر من جبين عند الحكيم، أكثر من جبين، وقل له بيوجعني أصبعي قبل الظهر وبعد الظهر ما بيوجعني، برجع بمد الوجع على كتف، بخبره يهرب، بكون جبين لأني مش مموت. لا، بده يكون عندي قوة ما أكون جبين، وقف قدام الله وقل له أنا خاطي. وأخيرا القوة بسر التوبة. وقوة سر التوبة مش روح اني اعترف بخطاياي قدام الكاهن. قوة سر التوبة اني قوم تروح عند الكاهن، هون القوة. وهذا القرار اني روح اركع قدام كاهن، هاي التوبة بتبلش هون، لانك انت عم بتحط ارادتك تحت ارادة شخص اخر، تحت نظر يسوع المسيح. فالانسان يطلب المغفرة من الله بدأ قوة، بدأ جرأة. وكتير ناس اليوم بيترددوا وبيلاقوا اعذار، ليش انا بدي اعترف عند الخوري؟ وهيك لو اعترفت عنده راح اخبر. هودي حجج بنعرفها نحن. هيدي ما في قوه. القوه اني روح وقول انا اهنت الله واهنت هذا الانسان. ومربولس بيقول اذا انا تالم عضو تتالم معه سائر الاعضاء. فاذا انا ويكون اخوتي واخواتي الاحبه، خلينا نكون بهدي الروح القدس، روح القوة، ساعدنا نحافظ على إيماننا بكل ظروف وبكل الأماكن اللي نحن موجودين فيها، ويعطينا القوة إنه نسامح، يعطينا القوة إنه نعترف بضعفنا وخطايانا أمام الله. وكما يقول القديس يوحنا: هو أمين يغفر لنا خطايانا. آمين.